البرد كينشيح خزامة فليو زعتر خزامة الحلحالية البابون شانوش هادو ديال البخور ديال هاد كورونا ديال هاد الريح ودير الشريب بوحدهم شي عالم ديال الكلاوي ولا النبوله ولا حريق البول ولا الدهر كديري خزامه وراس حجر وحياه النفوس والنور ديال الكرموس وحرير الدرا ولابادين والبابونج ماشي كاين كاع علاش شوف كاين كاين صور كاين كاع ولد 6 سنين مع الوالي مع الوالي صران العقاية نافع بلدي كروية البلدية الدباغ الرمان الرميمينة لاباديان البابونج الياسير الكامون الصوفي الزعيطرة والزعتر هادو ديال المصران تجيب قبيلة ملي كانوا الناس ملي مداوين الناس اللي داووا ماشي انا فهمتي هادوك الناس اللي مجربين قال لك سالم مجرب لا انا ماني عندي البوق حياة النفوس راس حجر نور الكرموس راني حيد الشيخ ها زعيطرة ها الزعتر ها الخزامة ها الخزامة الزرقاء ها فليو ها لاباديان ها البابونج ها خرجلان فهمتي ها عرقشوش السكر يا اغريس اللي عنده السكر يا اغريس اغريس هاي اللي عنده السكر اجي نوريك هاي الكيس السكرية اللي عنده سكرية أغريس والكيس والقواد والمرض الخيب كونسير أو أغريس بوحدو يدقو كيدار مع العسل ولا عنده السكر كيشربو مع الماء الناس دابا شنو العشوب اللي عليهم الأقبال دابا الزعتر زعيطرة فليو الخزامة لاباديان عرقسوس البابون الكركديل واللي عنده الكحبة واللي عنده واد الريح الشيح والخزامة والخزامة كبالة والكامون الصوفي والبابونج طبعا روحنا بطبسين سولي سيدي عندك سير القيادة راه سولي قول له شكون العشاب قول لك الناس كيجيو عندك كنجيك تيجي مع الصباح ملي كانت عامرة الدنيا واخا هذا الناس كيسولوا عليه بزاف هذاك لاباديان لانسون لانسون ما عليكش الفوائد ديالو اللي عنده الحساسيه واللي عنده التنفس واللي عنده الضيقه واللي كيتزاير من قلبه واللي كيتزاير من جنابه المصران اللي عنده هنا المصران كي يضره هنا لا باد ديال هذيك بغيتي تكب على المطيب كب على المطيب بغيتي تدقي ديري مع العسل ديري مع العسل ولكن ماشي العسل ديال الدبان العسل الحر خلينا من العسل ديال السكر فهمتي خلينا من العسل هادي اللي حيد الشيخ هاي احسن عشبه اش كدير هادي هادي ولدوا على العيالات هادي بتجريب هي وهي هادي حياة النفوس هادي حياة النفوس هادي الراس الحجر هادي لاش كدير كلاوي حريق البول الدراري اللي كيقولوا في فريش بحال هادو دابا كتبانو كملت الكلاوي والنبوله والظهر والكيس شكرا لسيدي وتبارك الله كنشكروك اختي على هذا الجواب وعلى هذا الاستقبال وسيري كنشكروك بزاف الله يرحم الوالدين.